شكرا شكرا على التقديم الجميل دوت. انا عايز اقول ان مدام اسعاد دي هي فعلا وش السعد عليا انا شخصيا، لان انا الناس عرفتني من خلال فيلم امير البحار اللي كان انتاجها وكان اخراج الاستاذ وائل احسان. انا بحبها على المستوى الانساني قبل المستوى الفني كمان، ولاول يعني انا تعاملت معاها كممثله في كانت ضيفة شرف في فيلم من أجل زيكو، وكانت سينا واحدة بس كانت من الحاجات اللي معلمة في الفيلم. المرة دي بقى أنا معاها من الألف إلى الياء وشبعتني ضرب. والله ولدرجة بتقول الأستاذ وائل لا أنا مش هضربه تاني بقى لأن الناس بتحبه وهتكرهني. فبصراحة هي إنسانة وفنانة يعني اقول ايه فوق الوصف. فكلنا بنشتغل بحب وبروح ومهما تعبنا مش حاسين عاوزين نكمل. واخر يوم تصوير ده كان يوم بالنسبه لنا نكد، يعني مش عايزين، احنا حبينا الحاله دي بالرغم من التعب الشديد، رغم من الاصابات اللي اصبناها في يوم واحد. انا وهي اصبنا، هي عيني وقعت وكسرت وانا دراعي ده باظ، وقعدت بمثل اسبوعين مثلا وانا دراعي بايظ، ولكن مبسوط. حته الحاله بقى بتاعت كل فيلم، انا طبيعي بحب بميل لكوميديا الموقف، ما بحبش يبقى في افيهات جاهزه تتحط في كل حاجه بعملها او لازمه معينه، لا، زي ما الشخصيه بتوديني زي ما هي مكتوبه من خلال مخرج مبدع بقى زي الاستاذ وائل احسان، وده اللي بقوله في كل المناسبات، ممكن يطلع حاجات حلوه. لا بجد الراجل ده يعني كرييتيف، بيخلق حاجات كده ونبقى احنا دماغنا في حته وهو دماغه في حته ثانيه ويطلع اللي هو قاله صح. وما دام ساعات كانت تقول لي ايه انا صابره على وائل ده عشان كرييتيف، بيعمل شغل بيخليك فعلا تقتنع باللي بتعمله رغم ان انت تعبانه جدا يا عيني، تبقى تلميذه قدامه وعايزه تروح وتعمل له ان هي تعبانه ملوش دعوه. تعبير التسول ده هو ملوش دعوه، هو شغله في الاخر، وبيقدر يطلع من الانسان اللي قدامه الفنان اللي قدامه حاجه فعلا. فانا بشكره وبشكر مدام اسعاد لان هما الاثنين بالصدفه كان وش السعد عليا انا شخصيا. شكرا ليك.